الحقيقة إنه شهر أكتوبر أو ما يطلق عليه أكتوبر الوردي هو مناسبة عالمية للتوعية بسرطان الثدي، والحقيقة إنه سرطان الثدي هو من أشهر أنواع السرطان ما بين السيدات، عشان كده بيبقى في حملات توعية وفعاليات كثيرة جدا جدا لتوعية المرأة والسيدات بأهمية الكشف المبكر على سرطان الثدي. بيبقى البداية طبعا حملات التوعية بتبقى في إطار الكشف الذاتي، إنه إزاي السيدة بشكل كده مبدئي تقدر إنها تشك إن في حاجة أو لأ، وبعد كده طبعا لما بتبدأ إنه يبقى في درجات شك معينة بتبدأ طبعا تروح للأطباء، وبتبدأ طبعا في رحلة الفحوصات، وبعد كده طبعا لا قدر الله لو أثبت إنها عندها سرطان الثدي بتبدأ في رحلة العلاج. بس أنا عايزة أقول لكم إنه جميع الدراسات العلمية جامعها، يعني نادرا ما يجمع شيء أو دراسة على شيء معين، ولكن في موضوع السرطانات تحديدا وسرطان الثدي الجميع أجمع بكل المؤسسات الدولية الصحية أو الطبية أنه 99% من العلاج بيجي من الكشف المبكر، المرحلة الأولى لما بنعرف فيها إنه السرطان موجود، ده بيسهل بشكل كبير جدا جدا إن إحنا يعني طبعا يعني ربنا يا رب يحفظ الجميع، بيؤدي إلى العلاج بنسبة 99% من مرض السرطان. تعالوا نعرف يعني تفاصيل أكثر عن التوعية، وهل إيه يعني الإرشادات الطبية المفيدة اللي ممكن السيدات تمشي عليها، وهل الفتيات من سن كان تبدأ إنها تاخد بالها؟ الدكتورة مروة زايد استشاري علاج الأورام والتغذية العلاجية، صباحك خير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذة داليا، وصباح الورد على كل ست مصرية. صباح الفل يا دكتور، وربنا يحفظهم جميعا ويحفظ يا رب. أي حد من اللهم هذا المرض. ولكن يا دكتور بقول إنه دايما الدراسات العلمية ما بيجمعش عليها شيء إلا موضوع بالضبط. سرطان، إنه 99% من العلاج بيجي من الكشف المبكر في مراحله الأولى لو اكتشفنا علاج الأورام. فعايزين نتحدث على أهمية الموضوع ده، ومن سن كام تبدأ البنوتة تاخد بالها؟ هو زي ما حضرتك تفضلتي كده ان شهر اكتوبر ده الشهر المتعارف عليه عالميا للتوعيه باهميه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويمكن سميناه اكتوبر الوردي او البينك اكتوبر، يعني بما ان احنا بنتعامل مع بنات وسيدات وكده فحبينا ندلعهم شويه. سرطان الثدي طبعا بما انه اكتر الانواع السرطانات بتحدث ما بين السيدات، ده خلى ان اهميه التوعيه بيه والكشف المبكر عنه، لدرجه ان نسب الشفاء منه بسبب الكشف المبكر دلوقتي بقت بتوصل احيانا ل 98%. فبالتالي احنا لازم نوعي السيدات دول باهميه الكشف المبكر عنه. البنات طبعا الصغيرين دلوقتي كانوا بيبقوا زمان قلقانين وخايفين، ازاي احنا نقدر نتعامل معاه؟ طب انا احس بايه؟ كل ما احس بايه اروح للدكتور؟ امتى اقول ان دي حاجه بسيطه ومش مستاهله ان انا الجا للطبيب المتخصص؟ السن اللي دلوقتي ممكن نتعامل معاه هو من سن ال 25 لحد ال 35 سنه، المفروض ان احنا بنعلمها الفحص الذاتي كل شهر، وفوق ال 35 سنه كل سنه لازم تفحص فحص طبي عند طبيب متخصص. يعني عرضة الإصابة يعني بتبدأ من 35 في سنة، 35 سنة. لا هو من سن صغير كمان ممكن تحصل إصابة، دلوقتي بقينا بنشوف سن صغير كتير، لكن احنا عشان بنعلمها الفحص الذاتي لنفسها المفروض ان كل بنت مع انتهاء العادة الشهرية كل شهر لازم انها تفحص نفسها، ولو لا قدر الله حست بأي تغير أو أي حاجة مختلفة عندها لازم تلجأ للطبيب المتخصص على طول، مش معنى ان هي سنها صغير ان احتمالية حدوث سرطان احنا الثدي عندها قليلة. طيب هو بيبدأ من أي سن؟ خلينا نتفق انه السرطان بيبدأ من أي سن، ولكن احنا بنقول الأكثر عرضة هو من بعد سن 35، ولكن حملات التوعية بتبدأ من 25، وممكن يبقى من أصغر كمان البنت تبقى عارفة بالظبط بالظبط، التفاصيل دلوقتي دي. بقينا نشوف سن صغير كمان، فعشان طبعا. كده بقينا نوعي البنات ابتداء من سن البلوغ انها تحاول انها تتعلم ازاي طب هي دكتور، تفحص نفسها كل شهر. جزء من التوعية دي ان احنا نعرف ايه السلوكيات الخاطئة اللي الفتيات بتقع فيها ممكن تؤدي الى، مش هنقول الإصابة بالسرطان، ولكن زيادة العرضة لخطر السرطان. اكل، بالظبط، هو عدم في وجود عوامل رياضة، العوامل اللي بتزود خطر الإصابة.
في عوامل طبعا تقدر السيدات انها تتعامل معاها وتحاول انها تقلل منها عشان تقلل من نسب الاصابه، وفي حاجات ما نقدرش نغيرها قوي او نعدلها في الوراثي، حياتنا يعني. العامل بالضبط، الوراثي. العوامل الوراثيه او ان السيدات اللي هي لم تنجب او ما قدرتش انها ترضع رضاعه طبيعيه لو انجبت، فدي حاجات ما نقدرش ان احنا نغيرها قوي. لكن في حاجات طبعا نقدر نتعامل معاها، زي اهم حاجه واهم سبب هو السمنه، ان الوزن الزائد من اهم العوامل اللي بتساعد على زياده حدوث سرطان الثدي. فانا بنصح كل البنات والسيدات ان هي تحاول تتخلص من الوزن الزائد، تحاول انها تمارس رياضه بصوره منتظمه، المشي على الاقل يعني، انها تبتعد عن التدخين. واقصد بالتدخين ده مش ان هي نفسها تكون بتدخن يعني، اقصد بالتدخين ده التدخين التدخين السلبي. كمان، التدخين السلبي ان ايوه انا اكون موجوده في بيت مثلا زوجها بيشرب سجاير على طول، هي مقيمه معاها على طول وطول الوقت بيشرب معاها. التدخين السلبي يمكن اخطر كمان عليها من التدخين نفسه يعني. ايوه والاكلات بقى، المفروض ان احنا ناكل اكل متوازن، اكل صحي، اكل فيه الياف، اكل فيه خضروات وفاكهه، فيه حبوب كامله. دي كلها حاجات بتساعد ان يبقى فيه مضادات اكسده كتير في جسمنا، فتقلل من نسب الحدوث بتاع اصابه عايزين سرطان نتحدث الثدي. يا دكتور آخر نقطة نتكلم فيها عن العامل النفسي، لأنه العامل النفسي هو من أحد أسباب سواء يعني بيزود الخطر أو بيقاوم المرض السرطان. فعايزين نتحدث إنه هرمونز السعادة لما بترتفع في جسم المرأة بيختلف بشكل كبير جدا في صحتها وفي مقاومة هذا المرض. بالظبط، هو من ضمن العوامل أصلا اللي بتساعد شوية على إن السرطان ده يحدث الاسترس، التوتر الدائم، الضغط الدائم اللي فيه السيدة. فأنا كل ما أحاول أعمل لها دعم نفسي سواء من الأسرة، من المحيطين بيها، في العمل، ده بيساعد على إنه يقلل من التوتر اللي هي عايشة فيه والضغط الموجود فيه. ويمكن عشان كده الدعم النفسي ده والدعم الطبي كمان بقى موجود من ضمن دعم صحة المرأة، من ضمن مبادرات السيد رئيس الجمهورية عبد طبعا الفتاح السيسي طبعا اللي أقيمت. ودلوقتي الحملات دي بقت موجودة متواجدة دلوقتي في كل المراكز الصحية، الوحدات الصحية، العيادات المتنقلة، مراكز الأورام طبعا المتواجد فيها أطباء متخصصين، بيبقى معاهم أطباء نفسيين بيساعدوهم في الدعم النفسي وبيساعدوهم في ان هم يدعموا كل سيده حتى لو في بدايه الكشف، مش لازم يكون جالها سرطان ثدي علشان ادعمها. لا، اي احنا سيده بنتحدث عندها مش بس قلق، على العلاج، عن الوقاية بالظبط بالظبط، طبعا. مش بس ان هي عندها سرطان، حتى السيدات اللي جايه قلقانه من ان هي عندها كتله او قلقانه ان حست باي حاجه غريبه لازم تتلقى طبعا خدمه الدعم النفسي. بشكرك دكتورة مروة زايد، استشاري علاج الأورام والتغذية العلاجية. الحقيقة يعني حملة 100 مليون صحة للمرأة المصرية حملة مهمة جدا جدا جدا، لأن هي منتشرة في كل محافظات مصر بالمجان، بتوعي المرأة لأنها بتشتغل على محورين رئيسيين: الوقاية عن طريق طبعا التوعية بأنه الست تفهم الأمراض وتفهم جسدها بشكل معين علشان تكتشف أي شيء بدري، والمحور الآخر هو محور العلاج. فالحقيقة دي أنا بنصح كل السيدات أنها تذهب إلى الوحدات الصحية سواء الثابتة أو المتنقلة علشان تكشف على نفسها وتسمع كمان معلومات أكتر، لأنه كمان أكيد المعلومات موجودة أونلاين، ولكن ساعات بنسمع معلومات أونلاين مش متأكدين من صحتها أو دقتها، ولكن الأطباء اللي موجودين في هذه الحملات بيبقوا على وعي وإدراك كافي جدا، بيتلقوا الاستفسارات والأسئلة. والمهم بقى كمان إنه الاسترس فعلا أنتم مش متخيلين هو بيفرق إزاي في صحة الست. ما تستهونوش، ومش شيء رفاهي إنك أنتوا تقولوا أصل الزعل أو الحزن ما بيفرقش أو رفاهية في الموضوع ده. لا، أرجوكم يا جماعة ابتعدوا عن الاسترسز، لأنه بجد خشوا اقروا عن موضوع العامل النفسي اللي بيفرق في جسم الست أو الرجل أو الإنسان بشكل عام، ولكن السيدة بشكل خاص لأنه هي عندها الإيموشن عالي شوية، فبالتالي هي اللي بتتأثر أعلى بالحالات الضغوط أو الحاجات اللي بتزعلها، فالهرمونز بتتأثر أكتر، فهرمونز السعادة ممكن تقل، فجهاز المناعة يعني هي سلسلة مرتبطة. والله العامل النفسي أساس كل الأمراض العضوية، خش اقروا، كارثة. عشان كده دايما احنا بنقول بندعم المرأة نفسيا قبل عضويا، لأنه مقاومة أي شيء بيجي من العامل النفسي.